بسم الله، الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على امور الدنيا والدين. نتجتدي وريق السدحات دور الشدة مدحوينها دور الدبوتلان لبدي مدنة كتر تميي وحيوك لهلين عدكي سيدان صوصعته كو جنرال أسد عثمان عبد الله وهو هري سدن إيه كوعد لبا سعيد عبد الله دني وهو هري سدن إيه شنعد يحيى اللحن كي عد حمنا قراها وكيلة ساس أي كدني وحان مركة قرية إنو كوكو ريستي مدحويناها دولة بوتلان شنطة سنة وصو صعطة لباكن سقالية طوان إلى لباكن صدح يا لباتن أما لباتن يا صدح مدانة سعيد عبد الله الدني وانا ويا ريا إنو السوتا أقو هالكن كلمة دي سنة ويا رابو بسم الله الرحمن الرحيم قدونك قولها وكيلة السمادة حمناها بارلمانك صاحبتي ترتنك عن قوة جرني دمان مرتشرف كهلك سكوتميت علوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا دوم هاد علنا يا دمان شعب كبنتلان إيو جدي هجاي دورشة دمان تهلك دعدي أو موجسي سي أي كجرتو البحنمو دجنان كنا دعدي سن بدقليا وحنا هلك وقم هاد نقيا مدحوينة عبد الولي محمد علي قاس إيو كحجين كيسي هراء مدن عبد الحكيم هي دمان مدحضة دولة بنتلان عيدما هي الرايد با وحنا دوغو فرح سنة هاي النتيجة دي هالك صواب بحضي وحاي بلا متي وجه عصب ودوت كرير بنتلان عن رجينا يو إن عن مسؤولية دي سارين عن كصواب بحضونه وحان كعو سنة يا دمان شعبك انت هالك جوكتي انت مقنبا إني قعما هز قبصدان إني دسمها بنتلان يا صومالي بكفكران إن وجه عصب أو والعلماء أو بلوضه دور الشد إمان تحلقها سكوية اكتهاي لبات تدي إيو سجيجيد كي أي لهيد مرحلة دي آن كجرن دور الشد ويد دماتي وحان سيقار أقوم مهن نقيا جرن الأسد وآن كسو هرني وريقي وقودن بيي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سيدا شرعك يا دستور كبنت اللي انقبوه وحا شرع يا ان مدحوينها قولا هرتي سيد دونها لغو داريو وحا دارينا يا قدوميا محكمة السرع سيدا دستور كنقبوه قدومي كسودو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحان قد دارنا يا مقع الهي وحان كود دارنا يا مقع إلهي إنا أن كود أقم دينة إسلامك إنا أن كود أقم دينة إسلامك دستورك الدولة بنتلان يا قوانين تيسا دورة دستورك الدولة بنتلان يا قوانين تيسا عن دورة حلك اللي دي بيدا عنما أقوته حلك اللي دي بيدا عنما أقوته دلك يدتك سل الله وادك دتك يدلك دلك يدتك سل الله وادك مقوى الله با ويقوى الله والسلام والسلام Thank you.
madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu fadhigiisa kusoo laabto. Madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu fadhigiisa kusoo laabto madaxweynuhu, si shaqadu u socoto. Madaxweyne, soo fadhigaa kusoo laabo. Podcast TV.